إذا خلصنا من إنفلونزا الطيور وإنفلونزا الخنازير والعديد من الأمراض اللي حتى الكورونا قالوا في البداية أنها لها علاقة بالخفاش وغيرها من الأمور والحيوانات. الحين شنو عندنا؟ إنفلونزا أو عفوا جدري القردة. الله يعين يعني الله يعين الجميع. يعني فعلا يمكن هي لعب بالنفسية أكثر من أي شيء ثاني. يعني كل بين فترة وفترة يطلع لنا شيء جديد، كل بين فترة وفترة يطلع لنا شيء جديد. واللي ساعد على مثل هذه الأمور أو تتعب نفسية بعض الناس السوشيال ميديا بالتحديد، الشائعات اللي تطلع، الكلام، الناس المتسوسة على أساس أنها تثير الرعب والخوف لدى باقي الناس المتابعة. وهو إن شاء الله يعني منظمة الصحة العالمية حذرت من هذا المرض، ولكن من الضروري أن احنا ناخذ الأخبار من المختصين. ضيفنا اليوم راح يعلمنا أكثر عن الموضوع اللي هو جدري القردة وجميع تفاصيله راح نتعرف عليها في حلقة اليوم بعد شوي، لكن خلونا نتابع تقرير عن جدري القردة ونرجع. مع وصول أولى حالات جدري القردة إلى السويد، تحول هذا النوع من الجدري الأكثر خطورة وعدوى إلى مصدر قلق جديد في القارة الأوروبية. منظمة الصحة العالمية رجحت اكتشاف حالات جديدة من المرض في أوروبا، ما استدعى إعلان الأمم المتحدة أعلى حالة تأهب دولية لها في مواجهة عودة ظهور الحالات في القارة الإفريقية والخشية من انتشارها عالميا. لقد انتشر جدري القردة بسرعة أكبر من قبل، ومعدل الوفيات بات مرتفعاً، وهو خطير بشكل خاص على أولئك الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة والأطفال الصغار. لا يوجد علاج محدد حالياً، لكن العلاجات الداعمة تساعد، ولا يعد التطعيم الأداة الوحيدة، ولكن يمكن اعتباره الأكثر أهمية من بين الأدوات المتاحة. المنظمات الأممية حذرت من قدرة هذا المرض على الانتشار بسرعة. يمكن انتقال العدوى عبر الاتصال الحسي إذا كان الشخص مصاباً ولديه علامات وأعراض جدري القردة، وهي مؤشرات نعرفها مثل الطفح الجلدي الذي يغطي اليدين أو الجذع، وقد يفرز سوائل ناقلة للمرض. لذا فإن أشياء مثل غسل اليدين والحفاظ على المسافة هي ما يساعدنا على حماية أنفسنا. ومنذ بداية هذا العام تسبب جدري القردة بوفاة أكثر من 500 شخص في جمهورية الكونغو الديمقراطية التي تعد الأكثر تضرراً على مستوى العالم، إذ سجلت فيها وحدها نحو 90% من مجمل الحالات. مع رصد سلالة جديدة وتفشيها في دول عدة، رفعت منظمة الصحة العالمية تصنيف مرض جدري القردة لحدود الطوارئ الصحية التي تسبب قلقاً دولياً، مطلقة بذلك أعلى مستوى تحذير على مستوى المنظمة. من أمام مقر منظمة الصحة العالمية في جنيف لبرنامج إشراقة كويتية، دينا أبي صعب، قناة الأخبار. عديد من الدول وخاصة الأوروبية ترفع حالات التأهب من أجل رصد أي عدوى بمرض جدري القرود، نظراً لإعلان عدد من الدول عن رصدها للحالات الآتية من الخارج. طبعاً المزيد من التفاصيل حول مرض جدري القردة، عسى الله يكافيكم شر إن شاء الله، ينضم إلينا في الاستوديو دكتور غانم السالم، استشاري الأمراض الباطنية في مستشفى الفروانية. صباحك الله بالخير دكتور غانم، حياك الله ويانا في إشراقة كويتية. حياك الله، صباح الخير، وصباح الخير على السادة المشاهدين وعلى هذا الاستوديو الرائع المميز اللي صراحة يعني يعطيك طاقة إيجابية كثر ما هي طاقة إيجابية موجودة في دولة الكويت إن شاء الله. الله يسلمك ويبارك فيك إن شاء الله. بالحديث عن الإيجابية دكتور، هل إحنا يعني في مأمن
بإذن الله من هذا المرض؟ وهل في يعني أخبار إيجابية ولا لا؟ أول شيء خلينا نطمن الكل، الأمور سهلة إن شاء الله بإذن الله، لا في جائحة ولا في كمام ولا في حظر ولا في إجبار تطعيم ولا في الأمور ولا في جلوفز ولا في جلوفز ولا الأمور سهلة إن شاء الله يا رب. ويعني الأمر جدا بإذن الله تم السيطرة عليه بشكل كبير لعدة عوامل. يعني خلينا احنا نتكلم بعدين، الفكرة في الموضوع هو الانتشار العالمي بالأخبار وبعض المواقع التواصل الاجتماعي تنقل معلومات مغلوطة، فأصبح يعني الأمر ميكس أو في خلينا نقول لغط، يعني الناس مو منتبهة حق الموضوع شلون طريقة. لذلك أنا دائما أنصح خذ المعلومات من مصدرها الرئيسي. أولا احنا بالكويت ما عندنا الانبوكس، انت قلتي جدري القرده او جدري القرود، هو قال جدري القرده، قرده وقرود نفس الشيء، لكن حاليا تم تغيير اسمه الى انبوكس. هذه المنظمه العالميه الصحه العالميه اللي تدير الامر العالمي، اصبحنا ما صار موضوع اسمه جدري القرود، صار اسمه انبوكس. فهذا المرض الان مو موجود بالكويت، وان شاء الله يا رب ما راح ينتشر بالكويت، لان له عوامل الانتشار ما هي موجوده في مجتمعنا. التواصل الاحتكاك الجسدي المباشر بين المريض أو حامل المرض والإنسان هي اللي تنقل هذا المرض، ومرات يكون من حيوانات فيها هذا المرض، وهذا مو موجود في دولتنا في دولة الكويت لله الحمد. وبالتالي من الصعب أن يكون في انتشار، ممكن تدخل حالة أو حالتين عن طريق المطار أو عن طريق السفر، وهذا يتم السيطرة عليها. هذا واحد. النقطة الثانية والمهمة أيضا أن الفيروس هذا مو مخوف إلى درجة أنه يعني يسوي يؤثر على حياة الإنسان. يعني بالتالي هو الفيروس ممكن السيطرة عليه وممكن علاجه بأشياء، وممكن أصلا هو يسمونه سيلف ليميتنج، يعني يروح بروحه. خلنا نحط بس نقطة للسادة المشاهدين، إن مرض الجدري نفسه السمول بوكس كان يصيب الإنسان سبيله مشاكل في السابق، اليوم انتهى هذا المرض صحيح. واختفى من العالم. وبالتالي الأمراض الجدري هذه ممكن السيطرة عليها، ممكن بإذن الله إن شاء الله تختفي نهائي. شنو هو؟ هو شنو هو هذا الجدري؟ شنو هو؟ فيروس يحوش الإنسان مثل أي فيروس يحوش حلو. الإنسان تمام؟ الميكروبات الصغيرة هذه أو مايكروبيولوجي تحوش الإنسان. هذا الفيروس يسبب أعراض عند الإنسان، شو يسوي؟ يرفع حرارة الجسم، يسوي لك آلام بالعضلات، يسوي لك مثل صداع، يسوي لك انتفاخ في الغدد الليمفاوية، الغدد الليمفاوية لأن الجهاز المناعة هذا يبدأ يحارب الفيروس فتنتفخ، تصير عنده حالة استنفار، وبعدين يصير عندك تغير أو طفح جلدي يسمونه. يصير الجلد يصير عليه بقع فيها ماي مثل الجدري، تقدر تشوفها بأي مكان. هذا الفيروس وهذا المرض مزعج، ياخذ له اسبوعين، ياخذ له شهر، بس بعدين يروح يختفي. نعطي المريض علاجات يسمونها سبورتيف ثيرابي، يعني نعالج الحرارة، نعالج الآلام، نعالج الإرهاق اللي موجود عنده، لكن ما في علاج للفيروس نفسه. مثل ما السادة المشاهدين يعرفون ان الفيروسات غالبا ما لنا علاجات لها، يعني في بعض الفيروسات لنا علاجات كبشرية، يتطور نفسها، يتطور نفسها وتعتبر يعني خلينا نقول يعني عندها طرق التوائية على كذابة كذابة. وبالتالي هذا هو جدري القرود. جدري القرود اللي نخاف عليهم الفئة الأطفال، الحوامل، الناس اللي ياخذون أدوية تنزل من المناعة، لأن هذه الثلاث فئات مناعتهم مو قوية حيل، فبالتالي ما يقدر يقاوم هذا الفيروس، ممكن يدخله في مشاكل التهابية شديدة. يعني الفيروس نفسه بحد ذاته يأثر على الناس اللي عندهم المناعة ضعيفة طيب. لكن اللي مناعتهم جيدة إن شاء الله الأمور طيبة. دكتور أنا شفت يمكن من خلال اللي قاعد ينتشر حاليا، يمكن نوف شافت انت على السوشيال ميديا، على السوشيال معلومات في مو بس معلومات، يعني حتى الأشكال نعم، يعني تشوف هذا في تقول فواليل ايه؟ محترقة، هذا لا تقول حب شباب صح، هذا يعني كل واحد له شكل، كل واحد له طريقة، وأيضا مسميات تختلف. يعني حتى لما أنت مساعش قلت الأنبوكس صح، المسمى يختلف ولكن قاعد ينتشر للناس أن هذا هو الأنبوكس. نعم صحيح. الأشكال اللي أنت قلتها وشفتها، والحين على فكرة هذا موضوع مهم أيضا كذلك، تقدر تشوف أنت اليوم تدخل على وسائل التواصل الاجتماعي تشوف ناس مصابين يصور نفسه، ترى ما في شيء يقولك شوف أنا شنو فيني وكذا، خصوصا في الدول نعم، خصوصا في الدول اللي فيها هذا المرض. هذه مراحل المرض، يبدا صغير بعدين يكبر بعدين يكبر بعدين يرد يختفي تدريجيا. فالصور اللي تشوفها المختلفه لاشكال الجدري هي مراحل المرض في تغيره. هذا واحد. الشيء الثاني، احنا اليوم التنبيه هذا ومشكورين
كوسائل إعلام رسمية تنقل هذا الحدث من مصادر موثوقة لتوعية الناس ونشر الثقافة الطبية. إحنا اليوم تأثرنا بشدة في المجتمع بالعالم في موضوع كوفيد 19 لما صار. صحيح. يعني مثل صار شوك أو صدمة للناس من الكوفيد، شلون فجأة وقفت أمور كثيرة في العالم، يعني الناس قاعدة في بيوتها مدة طويلة، وبالتالي ردة فعل طبيعية لما نسمع عن مرض خطير أو مرض ينتشر أو كذا، إنه يصير في ردة فعل. يخافون للناس من توقف العالم مرة أخرى. زين دكتور، بس برجع على سؤال نجيب اللي سأل فيه عن شكل البثور هذه أو الحبوب. في ناس تقول أن الجدري الأصلي القديم كان يترك علامات على الجلد تدوم طول العمر. صحيح. فبالنسبة لجدري القردة، هل يزول تماما من البشرة أم يترك آثار دائمة؟ الجدري بصورة عامة يضع آثار قديمة على حسب الإنسان، أي مرحلة أصيب فيه، عمره الزمني، إذا كان عنده أمراض سابقة ولا لا، استخدم حكة أو لعب فيها تسوي أثر. في بعضهم ما يصير عندهم أثر نهائياً، في بعضهم يصير عندهم أثر. نفس الطريقة كما صار في الجدري يصير في جدر القرود، أنه ممكن يظل أثر، ممكن يختفي الأثر نهائياً، وبالتالي يختلف من مريض إلى مريض. حلو. زين دكتور، في بداية حديثك تكلمت عن انتقال المرض، بس ودي لو تشرح لنا بالضبط أنت. يعني قلت أن المرض يحتاج إلى الملامسة حتى ينتقل من إنسان إلى آخر. صحيح. اللمس اللي هو مثلا مصافحة، يعني نوقف نصافح الناس بهالفترة، ولا شنو؟ صلح لي إذا أنا غلط. ممتاز. هذه جدا جدا سؤال مهم جدا. خلنا أقول شيء. أول شيء، الفيروس انتشر لأمرين. الأمر الأول أو اللي صار عليه تنبيه عالمي، الأمر الأول هو تغير الفيروس نفسه، نوعية الفيروس، يعني طبعا في سلالتين وصار فيهم تغيير، خلنا نقول على مستوى التطور الفيروسي، وهذا خلاه عطى بعد جغرافي أكثر، فبدأ يطلع من مكان ينتشر في أفريقيا إلى دول خارج نطاق القارة الأفريقية، وهني بدأ التحذير العالمي من منظمة الصحة العالمية أن انتبهوا يا ناس، يا منظمات، يا مستشفيات، يا العالم، أن في شيء طلع خارج نطاق السيطرة أو خارج نطاق الجغرافي اللي كان موجود فيه. هذا التغير الفيروسي كان يعني نسميه الطفرة الجينية أو الطفرة الفيروسية، خلت الفيروس يروح أماكن ثانية، لكن ظل إلى الآن تحتاج العامل الآخر اللي هو الاحتكاك الجسدي. الفيروس إلى الآن ما ينتشر بشكل مثل كوفيد بسرعة، ولا ينتشر عن طريق مثلا الكلام، ولا ينتشر عن طريق التلامس السطحي، لكن ينتشر عن التلامس المستمر، الاحتكاك، لأن أنت تحتاج هذه البثور أو اللي تكلمنا عنها، الطفح الجلدي، أنه يكون في مفتوح أو ماء أو في تشقق جلدي عند الطرف الثاني عشان ينتقل من شخص إلى آخر، وبالتالي مصافحة ما فيها شيء. هذا واحد. الشيء الثاني والمهم في الموضوع، أن أنت مثلا الحين بعض الناس تسأل، أنا مسافر، أنا أروح بالمطار، أنا أحتك بالناس. لا، عادي إن شاء الله الأمور ما تصير فيها شيء، الاحتكاك بسيط وأنت على ملابس يعني، وبالتالي ما في خوف من هذا الموضوع. وإذا شفت أن الشخص اللي قدامك جلده شيء متغير، وخر عنه يعني، هذا دائما لازم، هذا طبيعي يعني، هذا طبيعي يعني، غيره بالضبط يعني، أي شيء ثاني أنت ما ودك أنه ينتقل لك. الأمر المهم أيضا كذلك، نظافة اليدين هي مهمة، كل ما كانت إيدينك نظيفة كل ما كانت الوقاية هي الخير من العلاج، أنه ما تنقل حق نفسك الفيروس، وبالتالي إذا أنت حسيت أن إيدينك مو نظيفة أو جايس شيء قد يكون يحمل الفيروسات مهما كانت أو تلوث، أن أنت تغسل إيدك قبل تمسك عينك، قبل تمسك خشمك، قبل تمسك حلجك، هذه هي الطريقة الأمثل. الحين بعد كلامك يرجع السانيتايزر يختفي من الجمعيات. أو السانيتايزر ما له شغل بكوفيد، المفروض أنه يصير مع الإنسان بصورة عامة يعني. والله صح كلامك دكتور. للأسف أن العديد من الأماكن اللي كانت حاطتها كل مكان بطلوا يحطونه. لا صحيح. لأنه هو يعني شيء هو جزء من الهيجين أو النظافة العامة. طبعاً هي مثل ما دكتور حضرتك قلت، أن طرق العدوى مختلفة وعديدة بين الأمراض المتناقلة، ممكن تكون عن طريق أكل، طبعاً مو بس هذا المرض. أنا أقصد بشكل عام، ممكن عن طريق أكل، ممكن تكون عن طريق رذاذ، ممكن يعني بالهواء المنقول، لكن الحرص والقلق هذا أمر احنا قاعدين نخلص منه بصراحة، خاصة بعد كوفيد 19 يعني، وخاصة ان احنا مقبلين على العودة الى المدارس، فالكل خايف ان الطلبة يحتكون مع بعض، ولكن طمنا الدكتور، مشكور وايد، انا وايد سعيدة بوجودك. راح نرجع لك وراح نتكلم اكثر معك، لكن عقب ما نشوف اهتمام الناس بطرق الوقاية من العدوى. اعتقد ان كورونا علمتنا الكثير من وسائل الوقاية من الامراض المعدية، وخاصة اللي تنتقل عبر الهواء وملامسة الأسطح الملوثة، لكن بهالتقرير راح نعرف أكثر. حاول إنه ما يختلط مع الناس، دائما يكون مغسل إيده، مهتم بنظافته بشكل عام.
فإيه هذه يعني السبل اللي كل الناس تعرفه، لازم صدق فعلا الناس ياخذونها بشكل جدي. يعني مر علينا الكوفيد 19 واخذنا عنه فكره كبيره يعني، وعندنا الدول ما قصروا في توفير يعني الحمايه الى الاشخاص. فالدوله يعني اي شيء، اي توجيهات تصدر من الدوله ننتظم فيها، سواء كانت من تطعيمات من احترازات. الوقايه يعني دائما الانسان يطالع التلفزيون اخر شو اسمه، يتابع التلفزيون، يتابع الاذاعه، يتابع الارشادات، ويشوف شو اسمه القنوات يعني شنو قاعد ينصحون الناس. عدم السفر الى الاماكن اللي فيها المرض المنتشر حاليا، تجنب يعني الاختلاط المباشر للناس هذولي، او انه اخذ الاحتياطات اللي كان قبل كنا نستخدمها في كورونا قبل، نستمر عليها الحين. اذا نعود لكم من جديد مشاهدينا الكرام والى ضيفنا في الاستوديو الاستشاري الامراض الباطنيه الدكتور غانم السالم. دكتور، يمكن من خلال الكلام اللي شفناه ما زال تاثير كورونا والعادات اللي اكتسبناها في ذاك الوقت والعادات اللي تمادينا فيها في ذاك الوقت، لان في ناس وسوست وقامت تسوي الامور بزياده، منها نلبس جلوفز، وهذه يعني ضحكت الناس علينا. حاليا نقدر نقول شنو نقدر نسوي علشان ايضا ان هذا المرض عسى الله لا يقول ان شاء الله، وعسى الله يشافي الجميع ويسلم الجميع ان شاء الله، اذا اساس اني اتحاشاه كثر ما اقدر. شوف، اول شيء ما شاء الله انا عجبني الاستطلاع، وطريقه الاستطلاع مميزه، لان اطياف مجتمع مختلفه باعمار مختلفه، ولاحظت عندهم الثقافه الطبيه. يعني انا اول مره اشوف الاستطلاع على الهواء الحين توني معاكم، وشفت شلون هم اوريدي عارفين البيسكس، او خلينا نقول الاساسيات في الوقايه. وهذه من ميزات، اذا كان كوفيد كل اشياء سيئه ففي ميزه اللي هو انتشار الثقافه الطبيه وانتشار المفهوميه في ان انت تحافظ على جسدك من النظافه ومن انتقال الفيروسات والبكتيريا المعديه. وبالتالي ما طرح في الاستفتاء يعكس الواقع الصحيح اللي انت تبيه، نظافه الايدين، تجنب المخالطه الناس المصابه، انك انت تبتعد عن الاماكن اللي تحس ان فيها زحمه شديده او ممكن يكون فيها احد فيها حامل اي انواع الامراض بغض النظر هو امبوكس ولا كوفيد ولا بغض النظر عن اي شيء ثاني. قبل شوي تفضلنا بان المدارس جايه على الابواب، الناس راح تخالط، الطلبه راح يخالطون بعض، الاطفال في اختلاط بالمجتمع، وبالتالي نفس الفيروسات اللي هي موجوده عندنا بالكويت، نفس فيروساتنا القديمه راح ترجع علينا مره ثانيه، تنشط مره ثانيه، خصوصا احنا بعد ايضا مقبلين بتغير جو، يعني بعد احنا ندخل شهر 9 الجو يتغير، وبالتالي تنشط الفيروسات في هذه الفتره. الوقايه بصوره عامه لاي شيء، سواء كانت جائحه، سواء كان مرض عالمي يتطلب الطوارئ الصحيه العالميه، سواء مرض معروف لدى الانسان، في وقايه، في امور طبيه لازم نعرفها، اللي هو نظافه الايدين مهم، تجنب الاماكن الزحمه، ان انت تحافظ على تطعيماتك بالشكل المناسب، كل انواع التطعيمات بغض النظر شنو هي، ترجع الى دكتورك لمناقشه هذا الموضوع. كبار السن لهم اهتمامات خاصة، الحامل لها اهتمامات خاصة، الأطفال لهم اهتمامات خاصة. كل إنسان في المجتمع عارف شنو حقوقه وواجباته الطبية، وبالتالي هذا الأمر الآن أصبح جزء من ثقافة الناس. يعني كوفيد 19 دخل الثقافة الطبية على المجتمع، فاليوم الحمد لله الحمد تجد أن الناس كلها تعرف شلون تتجنب الوقوع في هذه الأمراض أو هذه الملوثات. نعم دكتور، في سؤال الحين هو أهم سؤال شاغل بال الناس وحتى أنا شاغل بالي، القردة تعيش إما على القمم الجبلية أو في الغابات أو الغابات الاستوائية، بعالمها ترى حلو، شلون انتقل المرض؟ صحيح صحيح، سؤال مهم. جدري القردة مو عشان هو جاي من القردة، شو هالمعلومة؟ جدري القردة يجي من القوارض مثل السنجاب، اوكي؟ ففي ناس وايد يعني صارت فيها بينها وبين السناجب، في ترى سناجب في بعض الدول مثل عندنا مثل القطوة بالكويت، عرفت شلون؟ يعني موجودة بكل مكان، فبالتالي تنتقل عن طريق سناجب، هذا واحد. الشيء الثاني، سمي قردة لأن في مراحل الأولى من اكتشاف هذا المرض في يعني عشرات السنين السابقة أو أكثر، كان أول ما استخرج الفيروس استخرج من القردة فسمي جدري القردة، لكن هو ينتقل
عن طريق الحيوانات، وكان له بيئة معينة تنتقل بين الحيوانات، كان ينتقل للإنسان فقط عند تواصله مع هذه الحيوانات المصابة، ما كان ينتقل بين إنسان وإنسان. تطور الفيروس عبر السنوات وبعدين صار ينتقل بين الإنسان والإنسان، وصار في جائحة، أو خلنا ما نقول جائحة عفوا، صار في انتشار داخل الدول الأفريقية بكثرة بسبب انتقاله بين الإنسان للإنسان، وكان أخذ عليه إجراءات معينة بس إحنا ما سمعنا فيها بالكويت، أو إحنا سمعنا فيها كأطباء بس ما سمعنا فيها كمجتمع، لأن كانت داخل بؤرة جغرافية محدودة. لما بدأ ينتقل بين إنسان وإنسان خارج هذه البؤرة الجغرافية بدأنا عاد نسمع عنه أنه هو جدري القرود. يعني وبالتالي دكتور الإنسان عبث مع الطبيعة وخلينا نقول صاد هذه القردة أو سوى بعض الممارسات يعني الخاطئة التي هي عدة عوامل، منها العبث، منها أيضا هي تطور الفيروسات. هي الفيروسات كائن حي، وإن كان في اختلاف بالعلماء هو كائن حي أو على أبواب الحياة ما بين الحياة والجماد، لكن هي مجموعة عوامل من أهمها هو عبث الإنسان طبعا. نعم. أكيد في أمور دكتور كثيرة. يا ريت تبقى ويانا بس نروح حق زميلنا ضاري. أيضا ضاري أجدد لك التحية، وكنا عندك نفس الموضوع بس من ناحية ثانية. نفس الموضوع لكن بنتكلم أكثر عن استعدادات وزارة الصحة تحديدا بالكويت بعد تحذيرات منظمات الصحة العالمية من مخاطر تفشي مرض جدري القردة اللي يواصل انتشاره في عدد كبير من دول العالم. خلونا نستعرض استعدادات وزارة الصحة تحديدا في دولة الكويت التصدي لهذه العدوى مع مراسلتنا زميلة ديمة دحدل، مراسلة قناة الأخبار. صباح الخير ديمة، بداية لو تطلعيني كونك أنت داخل إدارة منع العدوى بوزارة الصحة، ما هي الصورة لديك؟ صباح الخير زميلي داري، وصباح الخير أيضا لزملائي نجيب ونوف وللسادة المشاهدين. يعني حقيقة يعني كما كنتم تتحدثون عن مرض جدري القردة، حقيقة هو يعود مجددا تحت دائرة الضوء بعد أن أعلنت منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ للمرة الثانية على التوالي خلال العامين الماضيين، وذلك نتيجة تفشي متسارع لهذا المرض داخل قارة أفريقيا أو خارجها. نحن اليوم متواجدون في إدارة منع العدوى لنتحدث عن جهود وزارة الصحة الكبيرة والقيام بالكثير من الإجراءات الاحترازية، لأنه دولة الكويت هي ليست بمنأى عما يحدث في العالم، وهي حقيقة تتواصل مع كافة المنظمات العالمية وكافة أيضا شركائها المسؤولين عن هذا الموضوع. للحديث أكثر عن تفاصيل هذا الموضوع يسعدنا أن ينضم معنا على الهواء مباشرة دكتور أحمد المطوع، وهو مدير إدارة منع العدوى العدوى والتعقيم. صباح الخير دكتور، نود أن نتحدث اليوم عن ماهية هذا المرض بداية. صباح النور، أهلين. طبعا مشكورين على الاستضافة هذه، وحابين أن نكون من أوائل الناس اللي بالمنطقة اللي نتكلم عن هالمرض لتعريف بخطورته وكيفية التعامل معه. طبعا هو مرض فيروسي، المرض هذا مو جديد، أول ما اكتشفوه كان في مجموعة من القردة موجودة في الدنمارك بال54، بعدين ظهر أول حالات بشرية معروفة لدينا كانت في أفريقيا في السبعينات القرن الماضي، وكان في أوت بريكس أو جائحة صغيرة، بعدين تلتها بعض الجوائح الصغيرة الأخرى. مؤخرا من حوالي سنتين بدأت تزيد الحالات، بعدين ردت شوية قلت. حاليا أعلنت منظمة الصحة العالمية كما تفضلتي أن مستوى الخطورة عالي بالنسبة لهالمرض، ويجب أن نلتفت إلى طرق الوقاية منه. الفيروس فيروس يصيب الإنسان حاليا، ممكن انتقاله بين الإنسان والإنسان الآخر، ممكن يكون من حيوان إلى إنسان وبالعكس. التنقل أو نقل المرض هذا يكون عادة بالسوائل، سوائل الجسم اللي طالعة أكثر شيء من البثور أو الحبوب اللي هي تطلع من المصاحبة للمرض. أعراض عادة تكون حرارة، وهن، التهاب في الحلق، الغدد الليمفاوية تصير فيها تضخم، القروح أو الحبوب اللي بالجلد هذه التقرحات تكون واضحة وبشكل كبير، وهي من عوامل انتقال المرض بشكل كبير. دكتور إذا يعني تحدثت عن أعراض هذا المرض، لكن نود أن نطمئن السادة المشاهدين من خلال التوعية يعني كيفية أن نكون بمأمن من انتقال هذه العدوى إلينا. تمام. هو الفيروس لازم نكون عارفين شنو هو بالضبط. هو فيروس دبل ستراندد انفلوب، يعني في له غلاف،
لما نعرف ان شنو هو نعرف شلون نتعامل معه. اولا هو بالماء والصابون ممكن نتخلص منه اذا كان موجود في الايد او على الاسطح. ايضا باستعمال الفيروس وبما ان فيروس انبلط ممكن الكحول بعد ياثر فيه. فالنظافه الشخصيه وابتعاد عن الاشخاص اللي ممكن انهم يكونوا مرضى هذه من اهم الاشياء اللي ممكن ان تخلينا ما نتعرض للمرض. يعني ما في داعي نروح للطرق اكثر وناخذ فاكسينز وكذا وكذا، وهذا اذا كان المريض واضح عليه انه يكون مريض بهالمرض فانا اتحاشى ان اختلط معاه. زائد ان من مسؤوليتي انا اذا اصبت بالمرض ان ما اعرض الاخرين للخطر، اقعد في البيت ويفضل ان بنفس الغرفه على اساس ان ما تنتقل الفيروسات ما تنتقل الى الشخص الاخر. طبعا الفيروسات هذه ممكن تنتقل عن اللمس، يعني حتى لو الايد فيها اي جروح ممكن تنتقل عن طريق الجروح هذه او الخدوش الصغيره، ممكن عن طريق السوائل الجسم نفسها او الاغشيه المخاطيه اللي بالجسم. اذا دكتور كمان يعني نود ايضا ان نتطرق الى جانب مهم، كيف يستطيع المريض ان يفرق وان يعرف بانه مصاب؟ هل هناك يعني من فحوص تشخيصيه لهذا المرض؟ نعم طبعا لما يكون في مثل هذه الاوت بريكس مهم ان يكون عندنا تشخيص لها. فالكويت الحمد لله عندنا البي سي ار هو جهاز للدياجنوزز او لتشخيص هالمرض متوفر موجود في الكويت. طبعا في اول اذا كان في حالات لحد الان الحمد لله ما في حالات بالكويت، لكن اذا صار في اي حاله راح يتم اخذ عينه والتاكد منها مع اذا كانت ايجابيه او سلبيه. اذا كانت ايجابيه راح نشوف المخالطين للمرض على اساس ان نقول لهم ان انتم ممكن تكونون حاملين لهالمرض او اصبتوا فيه. فمن الاشياء اللي تسهل التعامل مع المرض انه في له مظهر كلينيكي معين ممكن احنا نعرفه خصوصا في وجود الجائحه، يعني الحراره والقروح اللي على الجلد هذه اللي تطلع والحبوب ممكن تعطينا مؤشر ان فعلا هذا الانسان مريض. ايضا اود ايضا ان نتطرق الى العلاجات الدوائيه، هل هي اليوم في متناول اليد؟ وايضا هناك الكثير يعني اليوم من الحديث عن اللقاحات ايضا لهذا المرض. نعم صحيح، بالنسبه للقاحات مثل ما ذكرنا من شوي ان المرض مو جديد، المرض صار له فتره موجود معانا، وك علم الطب توصل الى فاكسينز موجوده ممكن انها تمنع ظهور المرض لدى الناس، او حتى لو كان مصاب لو خذاه اول فتره من الاصابه ممكن انه يقلل الاعراض بشكل كبير. ففي ثلاث شركات الحمد لله الفاكسينز موجوده، وفي عندنا ايضا كعلاجات الانتي فايرال موجود عندنا مضادات الفيروسات بشكل فعال ممكن تكون العلاجات متوفرة. نعم. شكرا جزيلا لك دكتور أحمد على هذه المعلومات القيمة. إذا بالفعل اليوم الدواء أيضا متوفر، وإذا أردنا اليوم أن نتحدث عن يعني زميلي داري عن مرض جدري القرود بين اليوم البدايات ودق ناقوس الخطر وبين تداعياته من تفشيه وتمدده في الكثير من المناطق، دولة الكويت حقيقة تأخذ الموضوع على محمل الجد وتقوم بالكثير من الإجراءات الاحترافية، لأنه الكل يعرف يعني والجميع يدرك بأن الوقاية هي خير من قنطار علاج. ما هذا كان كل شيء. كان عندي سؤال معين كنت أتمنى تنقلينا لضيفك الدكتور أحمد المطوع مدير إدارة منع العدوى، يعني مع تصنيف وزارة مع تصنيف الصحة العالمية على أن هذا المرض عالي الخطورة وفي ذات الوقت إعلان حالة طوارئ، هل نتوقع إغلاقات في عدد من دول العالم ديمة؟ هو حقيقة أمر يعني صعب، وإن شاء الله أن لا تعاد أو لا يتكرر السيناريو السابق لأنه كانت الأيام ثقيلة. لكن سوف أنقل للدكتور أحمد كونك معنا ما زلت دكتور، يعني في زملائنا في الاستوديو يسألون هل ستتكرر ممكن يعني سيناريو جائحة كورونا، هل ممكن أن نذهب إلى يعني الإغلاق ويعني الحالة السابقة؟ لا، أحب أطمن الجميع إن شاء الله الكورونا كان حالة استثنائية، كان فيروس جديد سترين جديدة بالكامل، ما كان عندنا بدايتها أصلا ما كان عندنا طرق لفحصه بشكل صحيح، ما كان عندنا علاجات، ما كان عندنا فاكسين.
لكن الحالة تختلف تماماً مع جدر القردة أو الإنبوكس. هذا عندنا فاكسينز نعرف نسوي الدياجنوز الصحيح أو التشخيص الصحيح، وعندنا علاجات. فالوضع إن شاء الله طمنكم، والوضع عموماً بالكويت يعني حتى لو كان في بلاد أخرى أقل تقدم بالنسبة للنظام الصحي، أطمنكم النظام الصحي بالكويت قوي إن شاء الله، قادر للتعامل مع هالموضوع، وإن شاء الله بإذن الله ما ينتشر عندنا، وإذا انتشر عندنا نقدر إن شاء الله على العلاج. شكرا جزيلا لك دكتور أحمد، يعني هذا كان كل شيء. زميلي داري عودة، كل شكر لك ديما دحدل من داخل وزارة الصحة تحديدا في إدارة منع العدوى. وننتقل للزملاء في الاستديو نجيب ونوف وضيفنا الدكتور غانم السالم. شكرا لك داري، وأرجع للدكتور غانم السالم. تطمين من أكثر من جهة، يعني أنت ويانا بالاستوديو لله الحمد منه طمنتنا، وعسى الله يكافي الناس شر هذا المرض والمسلمين عامة. أيضا الدكتور أحمد طمنا، في حال لا سمح الله تم رصد حالة شلون يتعاملون وياها؟ هل يتم عزلها نفس كورونا؟ لا تطلع، لا تدش، لا حد يحتك فيك، يوكلونك من تحت الباب، ايش يسوون؟ فهذه الامور اللي صارت الذكريات السيئه كانت. اي ان شاء الله لا يرد. خليني بس اول شيء اشكر الدكتور احمد واداره معنى العدوى في وزاره الصحه، الامانه المجهود الجبار اللي يقومون فيه في نشر التوعيه وكذلك رصد الحالات والمحافظه على دوله الكويت سليمه وخاليه من هذه الامراض المعديه. كفى الله الناس كلها من هذا الشر، هذا الامراض كلها. وخلني أؤكد كذلك أن وزارة الصحة بدولة الكويت الأمانة فيها نظام صحي متين جدا وقوي، وتم اختباره في مرحلة كوفيد 19 كون أنه كان فيروس جديد وكان ما في تطعيم ولا كان في علاج ولا كان في ما ندري شلون نتعامل معه بصورة عامة، لكن وزارة الصحة والنظام الصحي في الكويت كان متماسك واستطاع أن يتقلب على هذه الجائحة. لو قارنت في أنظمة صحية في دول ثانية كان في انهيار كثير ما سمعنا في كثير من الدول، وبالتالي المنظومة الصحية بالكويت قادرة على رصد هذه الحالات. أنا أقول لك شيء، إن شاء الله ما راح يصير عندنا جائحة ولا راح يصير في انتشار لهذا الفيروس في الكويت، لكن ممكن تدخل حالة أو حالتين أو بضع الحالات بسبب السفر، وقد يكون حامل هذا الفيروس أو المصاب بهذا المرض الإمبوكس حالة خاصة، بمعنى ممكن يكون إنسان مصاب بمرض مناعي، ممكن يكون إنسان كبير بالسن حيل، ممكن يكون احتك بشخص مريض وهو ما يدري عنه وبالتالي نقل له العدوى. راح يتم اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة المنصوص عليها وفق كل مرض له خاصة بالعدوى، وهذا يتطلب عزل المريض، وهذا الأمر يتطلب عزل المريض عزل كلي عن المجتمع وتوفير الرعاية الصحية له. يعني أنت مو تعزله وتخليه، لا تعزله وتراعيه زين، وبالتالي تعطيه العلاج وتعطيه الغذاء وتعطيه السبورتيف ثيرابي اللي يحتاجه من العلاجات. هذه الحالات راح تكون بسيطة ويمكن السيطرة عليها لأنها أعداد بسيطة، نعم، وعارف وين مصدرها وعارف شلون تسيطر عليها، غير عن الجائحة كوفيد اللي كانت تخرع، لأن ما تدري من تجيك، ما تدري من تجي وما تدري شلون ينتقل الفيروس، وبعدين ممكن انت لابس كمام ولابس كل شيء وماخذ تطعيم وتصاب بالفيروس. نعم. هذا الامر مختلف كليا عما يحدث الان من جدري القرود او ما يسمى بالامبوكس حاليا، الامر مختلف كليا، ولا يمكن واعتقد من وجهه نظري الشخصيه الطبيه ان لن يصبح جائحه. نعم. لكن ممكن يكون رصد بعض الحالات البسيطه. شكرا لك دكتور غانم، صراحة وايد فتنا وايد طمنتنا من الإنبوكس أو جدري القرود. وكان معانا الدكتور غانم السالم استشاري الأمراض الباطنية من مستشفى الفروانية، كل الشكر لك، وما نبي ناخذ زيادة من وقتك الثمين، أدري عندك أكيد مرضى وحالات أهم بكثير ناطرينك الحين. شكرا لك، مشكورين على الاستضافة وبارك الله فيكم، وإن شاء الله يا رب يكون التوعية المجتمعية هي المهمة في الثقافة الطبية. ونصيحة، ابتعد عن الإشاعات، لا تلتفت إلى كلام غير منطقي أو غير طبي صحيح، احرص على أخذ المعلومة من مصدرها الرئيسي، والكل مو مقصر معاك في الكويت هنا في إصدار المعلومات الصحيحة إن شاء الله. بارك الله فيك دكتور، وشكرا على وجودك ويانا.